ما الذي يدعو السياسي أن يكذب حتى في شعارات؟ إحنا صح نوصفها شعارات، لكن هي بالنهاية عبارة عن رؤية عامة بها تفصيلات، عبارة عن مشاريع وبرامج ورؤى وآليات لتنفيذها. كيف يمكن أن يجرؤ السياسي بعد كل هذه التجربة المريرة أن يكذب مرة أخرى برؤى كاذبة على الشعب العراقي رغم كل هذا الكذب المستمر ل 15 سنة برأيك أنت؟ هناك سياسي عام وسياسي عراقي. في السياسة العامة، السياسة عموما هي فن الممكن أو فن التلاعب بالموقف في الإطار الأكاديمي. السياسيون العراقيون كلهم يعني يتعرضون إلى ضغوطات استثنائية، كل السياسيين العراقيين. أنا لا أبرر، أنا لا أبرر، لا 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 أبرر، تعني أكمل فكرتي، لا أبرر أنهم يكذبون أو لا يكذبون، ولكن بشكل عام السياسة فن التلاعب بالموقف. المواقف في العراق متغيرة، هناك أجواء احتلال كانت وأجواء ظل الاحتلال وأجواء هناك تقاسم للمجتمع العراقي من خلال قوى إقليمية ودولية، هذا جانب. هذا كله يجيش على السياسة، لا أبرر طبعا، أكد فكرتي. السياسيون لعبوا في الموقف العراقي لمصالحهم الشخصية لا أكثر. هل بالمحصلات السياسة محصلات؟ لا أقول الكل، لأني لا عندي دراسات، لا أملك مركز معلومات يعطيني هذه المعلومات عند كل السياسيين، ولكن أنا سألت الأغلب. نعم، الأغلب عملوا لمصالحهم الشخصية الضيقة، وبدليل أن محصلة الأمور الشارع العراقي هو الذي يتحدث عن فساد، هو لجان النزاهات تتحدث عن فساد، تتحدث عن ثراء فاحش لبعض السياسيين، أن كانت العملية كلها استحواذ وانتقام في السياسة العراقية، وهي هاي المشكلة الكبرى. يعني لم يبنى المجتمع بناء حقيقيا. السياسة يفترض هي عموما هي توصل المجتمع لبر الأمان، لم يوصل المجتمع العراقي لبر الأمان، وصل المجتمع العراقي لمتناقضات كثيرة، إلى أزمات خطيرة، مشكلاتها استفحلت وما عادت مشكلات من الهين حلها. هذه طيب مشكلة كبرى. طيب الآن إذا رجعت إلى موضوع الشعارات، صياغة الشعارات، ألا تعتقد بأنها باهتة تدل على عدم مقدرة هذا المرشح حتى على يعني كتابة سطر مقنع ينسجم مع طموحات الناس وأهدافهم ومصالحهم؟ أكيد الشعارات الموجودة شعارات هي مرحلية، شعارات آنية. لا، المشكلة هي مشكلة ليس السياسي اللي ضيع الشعارات، المشكلة في الجمهور الذي لا يدقق مع السياسي. يعني احنا كل الدورتين الجمهور خطية كافي عاد نحمل المسؤوليات. يا دكتور الجمهور، ترى والله مو صحيح، كيف ما تكون يولى عليكم، هذا مبدا موجود. ما يخالف ترى العراقيين تعبوا 15 سنه وبعدين يقولها كلها من وراكم. انا ما اقول كلها من وراكم، ما اقول، ولكن الجمهور يجب ان يحاسب. من يطلع وزير يقول انا ابني مليونين وحده سكنيه، من يقول انا اؤسس لكذا، او وزير يقول انا احقق الامن، وزير يعطي اموال للشعب العراقي، كلها وعود قبل الانتخابات. الجمهور لا يتابع معه، لا يتابع. هاي مشكلة خطيرة، وهي هنا بيت المقتل للشعب العراقي. الشعب العراقي حينما يدي بأصواته ينبغي أن يحاسب السياسي مستقبلا على البرنامج الذي طرحه قبل الانتخابات.